الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية الآثار الفرعونية في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل لعنا كل خير. رؤية الآثار الفرعونية في المنام علامة على تحقيق الأحلام والطموحات بشكل كبير لصاحب الرؤيا، والله أعلم. من يرى في حلمه أنه حصل على بعض الآثار الفرعونية علامة على سعيه إلى الوصول إلى أهدافه خلال تلك الفترة بشكل كبير، والله أعلم. رؤية الآثار الفرعونية في المنام داخل الصندوق علامة على محاولته في النجاح في حياته العلمية والعملية، والله أعلم. رؤية امتلاك بعض الآثار الفرعونية في المنام علامة على التغيرات الإيجابية التي تحدث في حياة صاحب الرؤيا بشكل كبير خلال هذه الفترة، والله أعلم. رؤية وجود تمثال ذهب في الحلم علامة على قدوم الخير بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لصاحب الرؤيا. حلم الشخص أنه حصل على تمثال ذهب في المنام علامة على السعادة القادمة لصاحب الرؤيا خلال الفترة القادمة من حياته، والله أعلم. من يرى في منامه أنه حصل على تمثال ذهب في الحلم علامة على حصوله على وظيفة جديدة الفترة المقبلة في حياته، والله أعلم. رؤية حصول الشخص على تمثال فرعوني مصنوع من الذهب علامة على المكانة العالية التي يحصل عليها صاحب الرؤيا بشكل كبير خلال الفترة القادمة من حياته، والله عز وجل أعلى وأعلم. رؤية وجود تمثال ذهب في الحلم علامة على قدوم الخير بشكل كبير خلال هذه الفترة المقبلة. حلم الشخص أنه حصل على تمثال ذهب في المنام علامة على السعادة القادمة لصاحب الرؤيا الفترة المقبلة. من يرى في منامه أنه حصل على تمثال ذهب في الحلم علامة على حصوله على وظيفة جديدة الفترة القادمة. رؤية الحصول شخصا على تمثال فرعوني مصنوع من الذهب علامة على المكانة العالية التي يحصل عليها صاحب الرؤيا بشكل كبير الفترة القادمة من حياته، والله أعلم. من يرى في منامه أن هناك كنز داخل البيت في المنام علامة على الخيرات القادمة لأهل البيت بشكل كبير. رؤية وجود كنز في كل بيت بالمنام علامة على الربح القادم لصاحب الرؤيا. من يرى في منامه أن هناك كنز كان داخل البيت في المنام إشارة إلى الخيرات القادمة والمنفعة الكبيرة لأهل ذلك البيت الفترة القادمة، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.